كنت اتمنى لو اكمل في الاحتراف بره، ما كنتش ارجع مصر تاني، او كنت ارجع بعد فتره اطول يعني. لو كناش رجعت انا وحسام من الاحتراف. ان انا لما رحت بروج سنه 98 جالي عرض من اسبانيا في الدوري الاسباني، وكان وقتها اللي ماسك الفريق ده كان لسه في بدايه تدريبه، كان بينيتيس، وهو طلبني بالاسم. فكان وقتها كان لازم اضغط جامد قوي على بروج ان انا اروح الدوري الاسباني، اعتقد كان هيغير كتير جدا من مسيرتي في كره القدم يعني. ساعات بتختار توقيتات معينه لعمل حاجه مش المفروض تعملها، مثلا القرار مثلا ان انا اتجوز في الاجازه برغم مثلا ان منتخب مصر رايح يشارك في بطوله العالم للقارات،